السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحضروا كريمة ديال الوجه. كريمة الوجه هي يعني شي حاجة لجميع السيدات في العالم، يعني كيجريو كيتعبوا بأنهم يحصلوا على بشرة نضرة وصحية مليئة بالحيوية، ويعني وخالية من التجاعيد، خالية من البثور، خالية من أي بقع سوداء. فيعني جميع نساء العالم كلهم يعني كيحنوا أنهم يحصلوا على وجه صافي نقي. منهم أنا شخصيا بصراحة، أنا من الناس السيدات اللي يعني كنحاول أنني نهتم بالبشرة ديالي والوجه ديالي. وبما أنني يعني كنحاول انني نبحث ونقلب، فانا شخصيا كنستعمل هذه الكريمه هذه يعني من مده وانا كنستعملها. ففكرت قلت لي ملا انني يعني نشارككم بهذه الوصفه. هذه هي بصراحه وصفه سحريه لما خفناش اننا نبرغوا. هذه كريمه اللي يمكن لينا نحضروها في البيت ديالنا ونستعملوا فيها مواد اللي حنايا فعلا كنشوفوا بانهم صحيين، ما فيهم حتى شي حاجه اللي كيماويه. انا اختاريت واحد المجموعه ديال الزيوت، كلها زيوت مغذيه للبشره، مصفيه للبشره، ويعني كتحارب التجاعيد، يعني كتخلي ان الانسان اللي يستعمل هذا الزيوت كيحصل على بشره يعني كيف ما بغى. غادي نحتاجوا لهذه الكريمه زيت ديال الافوكا. الجميع الناس كلهم كيعرفوا بان زيت الافوكا هي تتحارب التجاعيد، كذلك تتخلي البشره رطبه، يعني كتحارب التشققات ديال البشره، كذلك هي كتليق للبشره وللشعر، يعني هي فعاله جدا للتجاعيد. غنحتاجوا كذلك زيت زبده الكوك، يعني لنويه دو كوكو، حتى هو يعني سحري بمعنى الكلمه. غادي نحتاجو زيت ديال العظام الهنديه، يعني زيت ديال دو غرين دو فوغ دو بربري، حتى هو يعني انا كنعجز اني نعبر بان فعلا فعال، رغم انه غالي يعني شويه في الثمن ديالو، ولكن معليش حنا غنستعملو للبشره ديالنا، فمعليش حنا كنشريو كريمات اللي هما غاليين اصلا وما كنحصلو حتى على شي نتيجه. هذه الزيت ديال عظام المشمش، حتى هو رائع للبشره، كيحمي البشره من اشعه الشمس كذلك، وكيحارب التجاعيد. هذه زيت ديال الماكاداميا. ماكاداميا بصراحه هي مفيده للجسم باكمله، يعني حتى في الاكل ديالها مفيده في الجسم، لانها فيها الزيوت غير مشبعه، وكذلك يعني هي زيت اللي هي زيت اللي يعني البشره ديالنا كتمتصها بسهوله بسرعه، يعني كتدخل البشره ديال الجسم بسهوله. غنحتاجو زيت ديال الجليسيرين، هذه معروفه يعني الكل كيعرف بان زيت الجليسيرين هي صديقه البشره. هي بصراحه خفيفه، هي بصراحه هي 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 تقريبا ميل غادي انها تكون بحال الماء، لانها الا خلطناها مع الزيوت كله فهي دائما كتنزل للاسفل. هذه زيت ديال لو جيرم دوبلي، هذه هي فعاله بشكل لا يعقل. عندنا زيت جنجلان، انا بصراحه انا كنت درت واحد الفيديو في طريقه تحضير الجنجلان، زيت ديال الجنجلان هذا هو زيت يعني فعاله، هي بصراحه كتحمي البشره من الاشعه ديال الشمس، يعني بحال ايكرون توتال، الا درنا ايكرون توتال بحال هذه زيت ديال الزنجلان. كذلك هي يعني من ناحيه انها كتحمي البشره من اشعه الشمس، كذلك تتغذي البشره ديالنا. عندنا هنايا زيت ديال ارغان، زيت ارغان يعني ديال البشره، لان عندنا جوج ديال انواع ديال الزيت ارغان، زيت اللي كتكون ديال الاكل، وزيت ديال يعني كتليق للتجميل. هذه سبق لي عطيتكم فيديو فيه طريقه التحضير ديالها. عندنا هنايا الشهد هذا ديال النحل، انا خديته ودرته في بان ماري حتى داب، ومن بعد
جمعته درته في علبه، وقت ما كنبغي نستعمل ان كريم كنهز منه كنديرو في ان كريم. هذه زبده الكاريتي، زبده الكاريتي هي بصراحه زبده شان نقول في ما قلتش بانها رائعه 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 جدا. هي يعني بالنسبه للتشققات ديال البشره كتحاربهم بمعنى الكلمه، كذلك هي مزيانه للتجاعيد. فانا اختاريت هذه المجموعه ديال الزيوت، هي اللي يعني فعلا كتليق للبشره وكتحارب التجاعيد، وغادي نديرها مع بعضياتها باش اننا نحصل على ان كريم اللي غادي نبقى نستعملوها في الليل قبل ما ننعسو. كتعطينا يعني تتغذي البشره ديالنا عن عمق، وكذلك تخليها انها يعني تحارب ديك يعني التجاعيد اللي كيكونوا بعض المرات كيخرجوا للانسان في حال السن وهو باقي صغير. كذلك كتعطي واحد النظاره يعني كتحارب حتى البقع السوداء، وكتحارب حتى يعني الحبوب. لهذا انا اختاريت هذه المجموعه ديال الزيوت والكريمات. غادي ناخذوا هذه الزبده ديال الكاروتين، غادي نديروها في بان ماري، يعني نديروها في حمام مريم. هذه زبده الكاروتين عندنا واحد الانواع، مجموعه ديال انواع ديال زبده الكاروتين. الان كاينه هذه اللي كتكون يعني كتباع في لي بارافارماسي، انا كنختار هذا النوع لانه غنديرو في البشره. كاينه دوك اللي كيتباعوا في الاسواق، هي بصراحه كتكون الريحه ديالها قويه وكتكون في اللون ديالها اصفر. انا هذيك كناخذها كنستعملها، ولكن كنستعملها في كريمات اخرى. هاد الزبده هذه غادي نستعملوها كما قلنا في الباماري بعد ملي غذوب، باش نضيفوا عليها الشمع، هذا الشهده ديال النحل. بعد ما ذوبت الزبده ديال الكاروتين في بان ماري، غادي نضيف ليها الطرف ديال ده الشهد. هذا بصراحه الشهد راه مهم بزاف، حتى هو لانه يعني كيحارب التجاعيد بمعنى الكلمه، وكذلك يعني كيجمع لنا هاد الكريمه دي من بعد ملي كتبدا تبرد كيجمعها وكتولي ان كريم. غادي نحرك حتى يذوب ليا الشمع هذا مزيان مع هذا الزيت ديال الكاروتين. صافي درت هذيك الشهد وخليته يعني يتذاب. غادي نضيف هذا الزيت ديال الكوكو، درته فوق بعد ما غي حتى ذاب، حيت هو كيكون كي الزبده. غادي نضيف ملعقه كبيره، حتى هو الزيت ديالو رائعه وكتكون فيه واحد الريحه زوينه. زيت ديال الكوكو بصراحه هي حتى هي كتشربها البشره ديالنا بسهوله كتدخل البشره باسرع وقت. غادي نضيفو زيت ديال الجليسيرين، كما قلنا زيت الجليسيرين هي يعني غادي لانها تكون مويه اكثر من انها تكون غادي الزيت، لانها كما قلنا الا خلطنا مع الزيوت كلها فهي كتنزل الاسفل والزيوت اخرى كتبقى الاعلى، لهذا هي يعني فعاله للبشره بواحد الطريقه عجيبه. هي بصراحة هي الشكل ديالها غادا بحال نقولو زيت خروع، بحال هكاك هي تقيلة شوية. غادي نديرو زيت ديال لافوكا، زيت لافوكا حتى هي غنديرو منها ملعقة كبيرة. غادي نديرو الزيت ديال العظام الهندية، يعني لي غان دو فيك دو بابغي، بصراحة راه غنيين في فيتامين او، هذا يعني انهم يعني مزيانين للبشرة. نديرو ملعقة كبيرة. غادي نستعملو الزيت ديال العظام سميتو المشمش. هذه بصراحة زيت فيها واحد المجموعة ديال الفيتامينات، فيتامين ا بي سي، يعني فيتامين سي اللي هو مهم بزاف للبشره، اللي كيعطي النضاره، كيحارب البقع ودوك البثور، ويعني اللي كيعطي واحد النضاره البشره كتولي يعني فيها الضوء، يعني الدوره الدمويه كتحرك في البشره، يعني كتولي البشره ديالنا نقيه وخاليه من البثور ومن البقع. غادي نحتاجو زيت ديال الماكادميا، ماكادميا كما كنقولو حتى هي لا تعلى، يعني بحال الزيوت اللي قلنا فيها فوائد كبيره وكثيره، حتى هي يعني مزيانه بزاف للبشره. هذه كلها زيوت انا اختاريتها بعنايه، على الاساس انها
فيها كلها مجموعة ديال الأشياء اللي يعني كتدعم البشرة ديالنا. هاد الزيوت كلها كما قلنا من بعد ملي كنخلطوها مع هاد الزيت، الزبدة الكاروتين ومع الزبدة ديال الكوكو، فهي كتعطي واحد الدعم للبشرة. غادي نحتاجو كذلك زيت ديال لو جورن دوبلي، رشيم القمح، غادي نديرو واحد تقريبا معلقة صغيرة. وبعد ذلك غادي نضيفو زيت ديال الزنجلان. زيت الزنجلان كما قلنا هو واقي من أشعة ديال الشمس، يعني بحال كنعملو إكخون توتال. أنا هذه زيت أنا عملتها أنا شخصيا، حضرتها شخصيا. زيت ديال أرغان، الكل كيعرف زيت أرغان فوائد ديالها، زيت يعني ديك اللي خاصه بالبشره. صافي حضرنا كلشي، خلطنا كلشي هاد الزيوت مع بعضياتها. غادي نخلطو بواحد باستمرار، يعني كنخلطو عين نشوفوها بدات الزبده كتجمع، يعني كتشمع. نخلطو حتى تولي كلها ان كريم يعني رطبه، باش ما ينزلوش لينا الزيوت الاسفل، وبالاخص زيت هذه زيت الجليسيرين حيت هي دائما تتنزل. دائما نبقى نخلط باش كلشي يمشي في وسط من ديك الزبده. هاد مجموعه ديال الزيوت مع زبده الكاروتين والزبده ديال الكوكو، قبل ما يعني تجمع، يعني تجمع كلها، كنبقاو نخلطو، يعني كناخذو الفرشيط وكنبقى نخلطو بواحد السرعه بحال هكا حتى تتندمج لينا هاد المكونات، وكتولي عندنا ان كريم يعني بيضة بحال هكا. خلطوه مزيان 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 مزيان. من بعد صافي ملي كتبرد تماما صافي كنديروها فواحد العلبه تتكون نقيه، ونحتفظوا بها يعني في الثلاجه ولا في ما بغينا، ونبقى نستعملوها دائما. ملي نبغيو نستعملوا هاد الكريمه هادي، الوجه ديالنا دائما يكون نقي، يعني قبل ما يعني قبل الانسان ما يمشي للنوم ديالو كيغسل وجهه، يعني من انجيل ديال الوجه على حسب البشره ديالو، ويدهنو. يعني ناخذ غير واحد شويه في اليد ديالنا، نحكو ما بين يدينا ونديرو مساج للوجه ديالنا، يعني بحركه دائريه من الاعلى من الاسفل الى الاعلى، وصافي. يعني الانسان كيولي دير ان كريم طبيعيه وفيها مجموعه ديال الزيوت اللي هي فعلا فعلا جد رائعه للبشره. وفي الصباح كذلك من ينفقوا من النوم، يعني الانسان يغسل وجهه كذلك بالجيل ديالو ولا، ويستعملها قبل ما يخرج يدير اكرون يعني ديال الشمس. صافي فهذه زيت يعني ان كريم اللي غادي تستعملوها وغادي تلقاوها بانها مفيده بزاف. ما كنظنش بانكم باقي انكم تقدروا مازال تشريو شي حاجه من يعني محلات ديال التجميل ولا، فهي كريمه ديال البشره للليل وديال النهار، يعني فعاله جدا جدا جدا. لا كريم ديالنا هي بعد ما يعني جمعات كما قلت لكم، يعني غير تتبدا تجمع كنبقاو نخلطو بلا فورشيت، نخلطو يعني حتى تتولينا بهذا الشكل هذا، يعني ان كريم محطوطه. كنتمنى ان شاء الله هذا الكريم اللي حضرت لكم يعني يعجبكم وتجربوه. فبصراحه انا كنعطيكم هديه يعني رائعه، فغادي تجربوها وغادي تشكروني عليها. فاللي عندها مشكل في البشره ديالها من ناحيه البقع ولا من ناحيه يعني البشره بهته، فتستعمل هاد الكريمه فهي روعه روعه روعه. حتى من ناحيه يعني الايدي، يعني ملي كندهنو بها يعني كتحصلي على يدين رطبين وبشره رطبه جدا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، نديرو واحد النوع اخر من الماسكات اولا من الكريمات، اما الشعر اما للبشره. خليت لكم الراحه ومع السلامه.